مرحبا، معكم سام كرجي ماستر فيلم ميكر، واهلا وسهلا فيكم باول حلقه من تعليم ادوبي بريمير. والصراحه مش رح اوقف هون بتعليم الادوبي بريمير من الاديتنج والكالورينج اللي فيه، كمان رح اعطي دروس بالانيميشنز والفيجوال افكتس من خلال افتر افكتس، ورح اعطي دروس كمان بالكالور جريدنج من خلال دافنجي ريزولف. وكمان مش رح اوقف هون، كمان رح اعطي دروس بكيف تصور بطريقه احترافيه. بس نمشي ستيب باي ستيب بهذا التوتوريال، وهذا التوتوريال طالع من بعد 16 سنة خبرة. فمين حيكون المستفيدين من هذا الديتوريال؟ يلي هن ثلاثة. أول ناس يلي هن البيجينرز، أو عم ببلشوا جديد، أو بدهم يبلشوا، أو بدهم يفوتوا بهالدومين ومش عارفين كيف، هذا الديتوريال كتير حتستفيدوا فيه، وهذا متاح لألكون لتبلشوا صح وتأسسوا صح وتكملوا، بس تمشوا معي ستيب باي ستيب. أما رقم اثنين يلي هن عندهم اكسبيرينس بالادوبي بريمير وبيشتغلوا، ففي كتير اشياء حتستفيدوا من هالديتوريالز، في اشياء كتير حتوفروا وقت. اما رقم ثلاثة يلي هن حتى البروفيشنالز، في اشياء فايتتكن فحتستفيدوا منها كمان. خلينا ما طول الحكي ونغوص بالتوتوريال اول حلقة من ادوبي بريمير. اوكي، لحتى نبلش بنكون فايل نيو بروجكت. هلا البيجنرز حيسالوا انه شو هول كل هالطوشي هيدي. انا بقول لكم من الاخر، ما تتلفتوا على شيء غير انه تشوفوا النيم واللوكيشن، هو اكثر شيء بيفيدوكم. اما بقى ما تبقى ما حيفيدني بالبروجكت من جوا. حسمي ديتوريال، اما لوكيشن براوز، انا اوريدي عامل لوكيشن مرتبه، يعني اكيد انتم حتعرفوا تعملوا براوز. هون بدكم تحطوا الفولدر، سيلكت فولدر، اوكي، وما تطلعوا على شيء هلا هون. اوكي، من بعد هالشيء حيفتح لنا البريمير. ف الملبك بهالشكل ما تتلبك. هلا يمكن تشوفوا شكل غير، انا يمكن انا مزبط شوي هون. خلينا نحكي من فوق لتحت. المنيو بار، هلا حنحكي بالتفصيل عن كل وحده شو هي. في عندي الورك سبيسز يلي هن انا معدل كمان هون فيهم. اديتنج هيدي انا عاملها لانه عندي شاشتين. عندي color, graphics, effects, audio for tutorials هذي لألكم. اوكي، خلينا نحكي شوي من تحت. هلا يمكن اشكال كمان هون مغيرة عليكم، او ماني ذاكر كيف اول ما يبلش، بس المهم خلينا نختصرها انه عندي هالاشياء المربعات. خلينا نقول كل مربع مثلا لهذا مضوء ازرق لانه انا معلم عليه، فيني اكبس على هيدي بصير هون مضوء ازرق، هون مضوء ازرق، هون مضوء ازرق. هلا بدي لكم شو اللي بفيدكم بكل هالاشياء. حيفيدنا من خلال الاديتنج، حيفيدني يكون موجود البروجكت يلي هو اللي حفوت انا كل شيء، فايلات او فيديوهات اللي بدي اشتغلهم ححطهم هون. بفيدني كمان يكون موجود التايم لاين، هذا كتير مهم لانه الشغل حيكون هون. حيفيدني عندي يكون البروجرام يلي هو المونيتور لشغلي شو عم بعمل، حيكون موجود كمان الافكتس يلي هو في الافكتس من فيديو ترانزيشنز لافكتس اوديو ترانزيشن اوديو افكتس، ويكون اكيد عندي الافكت كنترولز. وكمان عندي شيء كتير مهم يلي هو الاوديو ميتر، حنحكي عنه كل واحد بالتفصيل. هلا بالمبدا خليني يكون عندي هول موجودين، بحال مش موجود حتلاقوه هون بويندو هون. يعني الاوديو ميتر يلي حكيت لكم عنه يلي هو كتير مهم، افكت كنترولز، افكت بروجرام مونيتور يلي هو هذا كتير مهم، والتايم لاين. حتشوفون عليهم كلهم صح لانه هون كلهم موجودين. بحال مش موجود مثلا، خليني مثلا شيل البروجكت. اوكي، هلا اذا في شيء ما بدي اياه حتشوفوا اشي انتو يمكن ما بدكم اياها في حد هيدي الشغله. هلا بالمبدا حتى ما نعجق كل شيء، انتو ما بدكم اياه شيلوه، فكيف حنشيله؟ حقلكم اياها. حاجي مثلا انا بدي اشيل، قلت لكم البروجكت هيدي في عندي هون ثلاث شحطات، حاكبس عليها. في شيء اسمه كلوز بانل، تمام، بكبس كلوز بانل بتروح. فاذا انا في شيء بدي اياه مثلا، انا مش موجود البروجكت يا سامر وين بدي اجيبه، او مثلا شلت شيء بدي رجعه، بتروح على ويندو بتلاقوه هون. هلا هو اسمه بروجكت، انا فاتح لانه البروجكت اسمه ديتوريال، ف بكبس عليه بيرجع بيطلع، تمام.
هلا حتى ما طول كتير حالكم كيف فيني فوت فيديوهاتي وبدي اشتغلهم. طيب حنشتغل بالطريقة التقليدية وحقلكم الشورت كاتس او كل كيف توفر وقت. هلا فيك تعمل انت بالفايل امبورت فايل امبورت انا ما بتطلع ما بستعملها يعني امبورت موجودة هون اللي هي شورت كات الى كنترول اي حتى كنترول اي انا ما بستعملها بس خلينا مثلا فوت امبورت في انا حاطط هون فيديوهات فيني نقي هيدا اعمل اوبن وفيني اعمل سيلكت لكل شيء وحتى كمان فيني مثلا كنترول اي بتعلم كل شيء واوبن تمام فح هي هون فيديوهات موجودين هذا كان اول توتوريال عم بمزح معكم فالفيديوهات موجودين هون كيف فيني اشتغل فيهم بس انا بقول لك ما تشتغل هيك دغري هعمل ديليت هلك شو تعمل انا بدل ما اروح فايل امبورت ما بعرف شو فيني اعمل دبل كليك هون بيطلع كل شيء امبورت حتى فيني اعمل دراج اند دروب مثلا انا فاتح فولدر ما عندي هون فولدر فيني اعمل دراج اند دروب دغري لهون بفوتو يعني وفي طريقه تانية مثلا انا عندي هذا الفولدر انا مرتبه هون حاطه هون فخليني اشتغل انا مثلا رتب كل شيء بدي اياه مثلا نحط هذا فولدر اسمه مثلا منطقه كذا منطقه كذا منطقه كذا فانا مسمى هذا الفولدر 01 هعمل امبورت فولدر فبيطلع عندي هون دغري فولدر يلي هو انا مسميه جوا وعلى جنبه في هذا السهم بيكبس السهم بيطلع لي كل شيء فيديوهات مرمو انا بكون هيك رتبت الشغل تبعي فهيك بكون عم بمشي صح فانت من الاول بكون تمشي صح لحتى ما تضيعوا بعدين حتى اذا هذا الفولدر مثلا 01 بدي اسميه فبغير اسمه يعني مثلا بعلم عليه بكبس انتر بسميه مثلا فيديوز بكبس انتر بوم طيب انا حامحي هذا مثلا حاعطيكم اكزامبل تاني عشان ترتبوا تكونوا مرتبين اكتر انا عندي بفولدر مثلا 01 فحاعمل نيو فولدر بقلبه مثلا سميه هذا الشيء لاندسكيب تمام حنقي مثلا هول الفيديوهات في عندي بعمل فولدر تاني اسميه كاتس انا بحب البسينات فهذا كات تمام في عندي هول تخليهم spontaneous shots for tutorials برجع باك يعني عندي هذا الفولدر بقلب هالفولدر عندي فولدر اسمه كاتس فولدر اسمه لاندسكيب وعندي ثلاث فيديوهات هون فشو بعمل انا رتبت فبيكبس على هذا الفولدر يلي انا مرتبه من جوا بعمل import folder وانا بكون هيك شغلي كتير منيح انا هون عم بعمل امبورت فبلاقي انه هذا الفولدر 01 بيكبس على هذا اللي حده بلاقي فولدر كاتس بقلب الفولدر كاتس في الفيديوز وفي عند اللاندسكيب بقلبه كمان فيديوز وثلاث فيديوهات اللي قلت لكم عنه انا بكون رتبت شغلي وهيك انا ببلش شغل فبلشوا هيك وما تضيعوا ما تحطوا اشي عشوائيه لانه اذا بكون تفتشوا على شيء صدقوني حتضيعوا بعدين انا عامل لكم طريقه سمبل امشوا هيك ف هلا كيف بدي اعمل نيو سيكونس يلي هو هذا ببلش انه انا اشتغل على التايم لاين مثل ما قلت لكم التايم لاين هون كل شيء شغل بده يكون من الفيديو والاوديو فشو بعمل انا اذا بدي عندي كاميرا وحده انا مثلا انا مصور هالاشياء بكاميرا وحده فبيكفي انه انا مثلا اعمل دراج اند دروب فاذا بدي انا مثلا مشاهد الكاتس لحالهم فبعمل دراج اند دروب على التايم لاين لهون فبنزل كل شيء فيديوهات بالسيكونس يلي هي فت للفيديوز اللي انا مصور فيهم اذا كنت مصور فل اتش دي حتفتح لي السيكونس فل اتش دي بالاوديو بتريت هالقد ما بعرف شو بلا 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 لانه هون بكل شيء كاميرا في شيء اسمه ميتا داتا فاذا بلاحظ هون كل شيء فيديو انفو مثلا هالقد الاوديو هالقد كل شيء محفوظين بالميتا داتا تعاون الفيديو طيب خليني بلش بالاديتنج انا مثلا بدي عندي لقطات بيكبس سبيس بلاي خلينا نحكي للبيجنرز خلينا نعطي وقت للبيجنرز عشان يفهموا صح سبيس بعمل بلاي برجع مره تانية سبيس ستوب تمام سبيس هي الكبسه نفسها هي بلاي وستوب فعندي هذا التولز عندي انا هون السلكشن تول في عندي تراك يعني كل شيء انا بعمل كرسر عليه فوق يلي هو تراك انا حاشرح لكم كل وحده بوحدتها شو هي في عندها هالاشياء اللي تحت البروجرام مونيتور هون وحقلكم عنها فانا كيف بدي بلش اعمل اديتنج
خليني فوت. اول شيء عندي هاد اللقطات يلي قلت لكم عنهم يلي هن 3 بسينات. خليني مثلا بدي اقطع من هون. في عندي هاد الريزر تول فيني اكبسها مثلا واقطعها. في طريقة تانية. هلا انا عندي بالكيبورد مثلا بكبس بلس عشان اعمل زوم ان، ماينس زوم اوت. في عندي السلاش يلي هي موجودة هون، هلا بفرجيكم اياها على الشاشة. بكبسها بيعمل فت للبروجكت بالزوم ان وزوم اوت بالشكل هذا، ما بعرف شو بقولوا. خلص في عندي البروجكت كله قدامي هون بشكل ما في شيء برا، ما في شيء صغير كتير. فبدي اقطع من هون. طيب فيني عندي هذا الريزر تول بكبس عليه، او في شورت كات. خليني مثلا نرجع هيدي هون. في شورت كات على الكيبورد سي، هي هذه الايكون مثل ما شفتوها هون. فيني اعمل بكبس هيك، برجع بكبس في يلي هي هذه السلكشن تول، بس انا حكبس في يلي هي السلكشن. انا كل شيء بعمل سلكشن هون بالفي اللي هي مش بكبس في، انه بس انه بكبسة الفي بتحولني للسلكشن تول. هاي دي بعلمها بكبس دي ديليت. تمام، هيك انا روحت هيدي لورا. فينا هيدي رجع لورا هون دايما. من اول صفر هون صفر 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 بتبلش الفيديو. فانا اذا تركت هيدي هيك وكبست سبيس في عندي فراغ ببلش الفيديو بعدين. فمضطر انا هيدي رجع لورا. تمام، طب خلينا اعملكم شورت، علمكم شورت كات. انا بعمل كنترول زي كل شيء. هلا علمكم شورت كات كيف لحالها. مثلا انا بدي ابلش هي من هون، كيف دغري بكبسة واحدة ترجع لورا. حاكبسها وتشوفوا شو حيصير. بوم. كيف يا سامر؟ كيف؟ طيب حقلكم كيف. كنترول زد. هيدي الطريقة بتشتغل على بس على عملت سيلكشن تول شفتوا هيدي كلها، هيدي بس بتنعمل. يعني مثلا انا قلت لكم بدي اقطع من هون. انا اذا بدي اقطع من هون وشيل كل شيء ورا، في كبسة بالكيبورد كيو بتقطع لي كل شيء من هذا الخط الازرق وورا للفيديو، مش للاول اول. يعني مثلا اذا انا كنت هون بدي من هون بدي اقطع من هيدي لهيدي من هون، يعني هيدي كلها هذا الفيديو من هون لهون، هذا كل شيء بخص الفيديو لهيدا، وهذا كل شيء بخص الفيديو. يعني هذا فيديو رقم 2، هذا فيديو رقم 1. تمام، فيديو رقم 2 بدي اقطع من هون لاول بدايه فيديو رقم 2. بكبس كيو بيقطع لي من هون لهون وبشيل الفراغ يلي انا عملته قبل شوي. فبكبس كيو بقطع. تمام، بنفس الوقت اذا انا بدي من هون لهون ما بدي شيء، فبكبس دبليو بيقطع لي كل شيء من هون لاخر تاني فيديو. هيدي شورت كات كتير مهمة، هيدي من بعض المحترفين يمكن ما بيعرفوها، فعنكن شورت كات جديدة هلا. طيب فيديو رقم 3 مثلا بدي اقطع من هون من هون، نفس الشيء بدي اقطع من هيدي للاول فيديو بكبس كيو. في عندي من هون ما بدي اروح كل شيء للاخر بكبس دبليو، صار عندي اديتنج كتير سريع. فعملكم امشوا ستيب باي ستيب لحتى تتعلموا كل شيء. طيب في عندي هون بدي اشيل الاخر بكبس دبليو بتروح. طيب نحن هلا تعلمنا كيف نعمل كات اذا كان اول فيديو واخر الفيديو. اذا انا بدي اعمل كات بدي اقسم فيديو حطه بعدين لبعض لقطات مثلا، ما بدي روحه، فشو بعمل؟ فبيجي هون بالحالة كيو والدبليو بنساهن، فبكبس السي بقطع بالنص مسرح ما بدي. انا مثلا بدي اقطع من هون بقطع، برجع بكبس في يلي هي السلكشن تول اللي هون، بكبس في بعلم عليها دلني كابسها، بعمل دراج دروب لبعيد مثلا. بيجي هول بدي رجعهم لمحلهم، فيني اعمل سيلكت رجعهم وحطهم هون. هلا بحال انه ما عمل ستيك، هلا في شغله دغري هي اوتو ستيك، بكون هون هذا الماجنت مطفي. بتعرف الشغله اذا كانت مضويه لونها ازرق واذا رمادي مطفي. يعني مثلا اذا انا بعمل هيك وبيجي لهون، ما بعرف اذا انعملت ستيك دغري عليها، او مثلا روحت فريم حطيت فريم فوق بعضها، او قد بكون مثلا في اذا حطيتها مثلا
تهيأ لي انه ركبت. بعمل زوم ان بلاقي في فراغ. فاذا بعمل بلاي من مثلا هون في فراغ. فكتير ضروري انه يكون هيدي الماجنت شغالة تيرن اون. فتعمل ستيك لحالة اذا بتشوفه هون. فدغري بتنقل. فعندي هون اللقطة اللي انا قطعتها اللي هي هون. برجع بعملها لورا تجي. اوكي طيب في طريقة تانية حتى اعبي هيدا الفراغ. لا انا اعمل سيلكشن يمكن يكون عندي كتير اشياء بدي ارجع زوم لبرا برا 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 اعمل سيلكت ارجع اعمل زوم زوم زوم. في طريقة كتير سهلة فيني اعبي هذا الفراغ بكبس عليه بكبس ديليت تغري بيرجع. وعندي هون كمان نفس الشيء ديليت. هيك بكون انا عملت عبيت الفراغات يعني بطريقة كتير سريعة وشورت كات. طيب خليني هلا لكم انه هيدا اول حلقة حتى ما طول كتير. خليني اكمل كل شيء بعدين بحلقة الجاي. وما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب لايك شير كومنت. دعموني بسبسكرايب اهم شيء. وعملوا شير للفيديو. ما تكونوا بخلين تتعلموا ما تعلموا حدا. ففي استفيدوا وفيدوا غيركم. فانا اللي عندي يعملكم عنه وبكل من كل قلبي الصراحة معلمكم ومبسوط. ف هشوفكم الحلقة التانية. هنتعلم ستيب باي ستيب. بس اول حلقة طولنا شوي يمكن تعلمنا اشياء صغيرة بس كتير مهمين. هيدا الاشياء تعلمناهم اليوم اللي هن Q والW كتير مهمين. البروفيشنالز بعض البروفيشنالز ما بيعرفوها. فشوفكم الحلقة التانية. باي.